لما نيجي نتكلم عن مباريات سواء اسماعيلي ام بي جيش المصري جونه اسوان كلها مباريات صعبه، ولكن من وجهه نظرك ايهما اهم؟ ما هو اصعب، بلاش اهم لان كلهم اهم. لا هو برضه يا كابتن يعني برضه الحته دي سواء انا يعني انا كراجل اهلاوي وعايز اوصل للعيبه ان كل المباريات صعبه. كل المباريات صعبه، ما اقدرش انا اقول دلوقتي. يمكن لو حضرتك شفت احنا فقدنا نقاط ممكن تلاقيها مع انديه اقل من انديه كبيره جدا. انت دلوقتي المنافس بتاعك نادي الزمالك، انت حضرتك اخد منه كام نقطه؟ اربع نقاط. ممكن تقيس على نادي تاني تلاقي مثلا واخد منه 3 نقاط، فهي ملهاش علاقه ان ده احسن. هم المباراه بال3 نقاط، هي دي اللي لازم الجهاز الفني ولازم الاعلام، مش عايز اقول الاعلام الاهلاوي، انا كاهلاوي لازم لو اللعيب قاعده بتسمعني دلوقتي ان كل المباريات صعبه، كل المباريات صعبه. وان شاء الله ان شاء الله يعني طبعا انا كاهلاوي اتمنى ان تتحسم قبل ان شاء الله ما تخلص 6 مباريات ان شاء الله. ربنا يسهل، لكن احنا بنتكلم على ان ال6 مباريات القادمه كلهم ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب بنفس القوه. يعني حضرتك قلت بتتكلم على اسماعيلي، على طلائع الجيش، كل الانديه مقدمه بصوره. اسماعيلي وانبي وجيش كلها مباريات صعبه، ومصري وجونه واسوان، كل مباريات صعبه جدا يا كابتن. فاعتقد ما فيش حاجه اصعب من الثانيه، هي مباراه ب3 نقط، فان شاء الله ان شاء الله